الأستاذ حسين؟ أيوة فندم. عز الدين سامي وكيل النيابة. أهلا وسهلا يا فندم، أي خدمة؟ أنت طبعا تعرف تفيدة هانم. بالطبع، والله أنا زعلت عشانها أوي، ولو إني بيني وبينك ست كانت تستاهل القتل. من أنهي ناحية؟ كانت بخيلة ومرابية وما عندهاش ضمير و القصد بقى اذكروا محاسن موتاكم. سيادتك يا حبيبي تحب تشرب قهوة شاي حاجة ساقعة؟ لا ميرسي. قول لي يا حسين. نعم. أنت مفيش بينك وبينها أي خلاف؟ تقصد إيه بالسؤال ده؟ ولا حاجة، مجرد إجراءات. أبدا، ما كانش في بيني وبينها أي خلاف. انت رجعت البيت امبارح الساعة كام؟ حوالي الساعة 10 كده. ما لاحظتش أي حاجة غير عادية في بيتها؟ والله ما خدتش بالي، أصل الدنيا كانت بتمطر. أنت متعود دايما ترجع البيت في الميعاد ده؟ تقريبا، ولو إن امبارح اتأخرت شوية. أقدر أعرف كنت فين امبارح قبل ما ترجع البيت؟ مش قادر افهم ايه مناسبة الاسئلة دي كلها. ولا حاجة. قلت لك انها مجرد اجراءات. والله كنت في اي مكان، مش فاهم دي تهمك في ايه يعني. عاوز اعرف كنت فين بالظبط. هو انا موضع شبهة؟ جاوب، كنت فين بالظبط؟ انت قصدك تتهمني انا؟ شيء غريب والله، ما كنتش اعرف اني لازم اقدم تقرير للبوليس عن كل حياتي الخاصة. كنت فين يا؟ كنت في اي مكان؟ كنت فين كنت فين كنت فين؟ تسمح؟ الفلوس دي جبتها منين؟ وايه المناسبة؟ عاوز اعرف الفلوس دي جبتها منين؟ حاجة غريبة خالص. الأصح بقى إنك توجه لي التهمة مباشرة بدل الأسئلة دي كلها. هو أنا متهم بقتل تفيدة؟ أرجوك تجاوب، من مصلحتك إنك تجاوب. عاوز أعرف كنت فين امبارح بالليل؟ والفلوس دي جبتها منين؟ أنا ممتنع عن الإجابة. قبضوا عليه.